السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ أنا سارة علي، الفرقة التانية علاج طبيعي بنها، وهنتكلم النهاردة عن الإميون سيست. رمضان خلص وكان أخف ضيف علينا، ربنا يتقبل منا أعمالنا دايما يا رب، ويغفر لنا تقصيرنا، وكل سنة طيبين يا دكاترة بمناسبة عيد الفطر، وربنا يجعله عيد مبارك دايما عليكم وعلى أهلكم وعلى كل اللي بتحبوهم. هنتعرف على الاوبجكتيف بتاع المحاضره بتاعتنا، احنا عايزين نطلع من المحاضره دي بايه، عايزين نعرف يعني ايه اميونيتي، ولو حصل خلل في الاميونيتي بتاعتي ايه اللي هيحصل، وايه هي الفاكتورز اللي افكتنج الاميونيتي، والتايبس اوف الهايبر سنسيتيفيتي، والاوتو اميون ديزيز، واخر حاجه الاكسرسايز اميونولوجي. وهنعرف كل واحده منهم بشويه تفاصيل. اول حاجه عايزين نثبتها معانا ان انا عندي الجسم بتاعي معلم الخلايا بتاعته، يعني انا جسمي حاطط علامه كده على كل خليه من الخلايا بتاعته، عارف ان دي بتاعتي، وهي اللي هي ايه السيلف ماركر دي يعني، وهي بتبقى اسمها حاجه اللي هي الام اتش سي دي، اللي هي بروتين التوافق النسيجي، ودي كنا سمعنا عنها في المناعه في ثالثه ثانوي. فدي عايزين حاجه نثبتها ان انا الجسم بتاعي عارف الخلايا بتاعته كويس ومميزها، عشان لما نعرف الاميونيتي هنعرف هو عرف يعمل ده ازاي. قال لك الاميونولوجي يعني ايه اميونولوجي، احنا كنا اخدنا ان اي حاجه غير اقولش دي يعني علم، يعني علم دراسه المناعه. ده بندرس فيه ايه بقى؟ قال لك اتس ذا ستادي اوف فيسيولوجيكال ميكانيزم ذات الاو ذا بودي تو ديفرنشيت بتوين سيلف اند نون سيلف اند هاو ات رياكت وين نون سيلف كومبوننت باي اميون سيلز اند انتي بودي. يعني انا بدرس ايه؟ احنا قلنا ان هو علم، يعني بيدرس حاجه، هو بيدرس الفيسيولوجيكال ميكانيزم، يعني الحاجه الطبيعيه اللي بتحصل لما الجسم بيدخل له حاجه هي مش ضمن الخلايا بتاعته اللي هي نون سيلف. يعني ايه هي الطريقه اللي الجسم بيستخدمها لما يفرق بين سيلف اند نون سيلف سيلز، يعني الخليه دي بتاعتي والخليه بتاعتي. انا عايزه ادرس بقى ان ازاي الجسم قدر يفرق ما بينهم، وكمان لما بيدخل عندي نون سيلف سيل خليه مش بتاعتي انا بتعامل معاها ازاي بقى، وهبدا ادمرها ازاي، هبدا اوديها فين. تمام، ودوًا بيتم عن طريق اميون سيلز، وهنتعرف على شويه منهم. الخلايا المناعيه احنا كنا اخدنا شويه منهم اللي هي خلايا الدم البيضاء والتي سيلز والبي سيلز وكل الانواع دي، والانتي بوديز اللي هي الاجسام المضاده. تمام، يعني قلنا الاميونولوجي هو العلم اللي بدرس فيه الفسيولوجيكال ميكانيزم، ازاي الجسم بيديفرنشيت بيفرق بين السيلف والنون سيلف، وازاي لما بيكون عندي حاجه مضره بيتعامل معاها، ويتعامل معاها عن طريق ايه؟ بيتعامل معاها عن طريق الاميون سيلز والانتي بوديز. جميل، قالك الافكتيف اميونيتي ريكويرز، يعني انا عشان عندي يكون عندي جهاز مناعي كويس فانا محتاج سيلز وتيجوز اللي يكون التخصص بتاعهم الفانكشن بتاعتهم ان هي تحمي البادي. تمام، قالك سيلز اند تيجوز ذات فانكشن ثرو فيريس ميكانيزمز تو بروتكت سيلف، يعني انا عندي لازم يكون عندي حاجات متفرغه ومتخصصه ان هي تحمي لي نفسي. تمام، ويكون متهيئ لها الظروف اللي تخليها تعمل ده. جميل، احنا ما قلناش لسه اي حاجه، قلنا الاميونولوجي علم دراسه المناعه، قلت بدرس ازاي الجسم بيفرق بين السيلف والنون سيلف، وقال لك ان لما النون سيلف ده يخش معايا ازاي بقى بتعامل معاه، وقال لك ان انا عشان يكون عندي جهاز مناعي كويس فانا محتاج سيلز وتيجوز الفانكشن بتاعتهم بتكون هي انها تحمي السيلف. تمام تمام، بعد كده قال لك ان الاميون سيستم بتاعي ده اللي هو بيديفرنشيت بتوين سيلف ونون سيلف ممكن ساعات يحصل خلل في الوظيفه بتاعته، فهو ايه يأفور شويه مثلا او يروح يهاجم نفسه، فازاي؟ قال لك از ان هايبر ريسبونس، يعني ممكن يأفور يعمل استجابه زياده عن اللزوم، ودي بتبقى اسمها هايبر سنسيتيفيتي، او يروح الجسم يهاجم نفسه تبقى اسمها اوتو اميونيتي. وبرضو مش عندي مش كل الاميون ريسبونس بتكون مفيده، وده هنتعرف عليه في السلايدز الجايه، وممكن يحصل عندي خلل في المناعه اللي هي اميونو ديفيشنسي. اول حاجه هنتكلم عنها اللي هي الهايبر ريسبونس او الهايبر سنسيتيفيتي. عارفين لما تكون حد قفوش، يعني واحده كده مثلا عيوطه، اول لما نقول لها انت مش عارفه ايه تقوم عيطه ومفوره مع ان الكلمه ما تستاهلش، فاهمين؟ او يعني ممكن نقول لها نكون مكلمه عادي فجاه نلاقيها عيطت لوحدها، فدي افورت او هايبرت كده على نفسها، فدي اللي هي الهايبر سنسيتيفيتي. بيكون الجسم داخل له حاجه طبيعيه خالص، او ممكن تكون حاجه مضره بس
بسيطه، فبقى الجسم يأفور يعمل نفسه بقى الفتوه وابو 7 عضلات ويقوم شايف نفسه حبتين. فقال لك اكسسيف or inappropriate response include common conditions such as allergies الحساسية to plant or animal product food and medication. يعني الكلام ده قالك ان انا بيحصل عندي استجابة زيادة عن اللزوم، يعني الاستجابة دي مش صح خالص، ممكن تكون في حاجات طبيعية خالص، ممكن تكون مثلا فراولة، ممكن تكون مانجا، او مثلا ممكن تكون ضد اللبن مثلا، او فرو القطط، في ناس عندها حساسية من كده، او يكون اكل او ميديكيشن، تلاقي الجسم بقى لا ده شاف نفسه جامد وعمل استجابه زياده عن اللزوم اكسسيف. واكسسيف دي هي يعني جايه من اصلا هايبر سنسيتيفيتي هايبر ريسبونس اكسسيف، يعني بيبقى زياده عن اللزوم، فهي شرحه نفسها. الاوتو اميون برضو شرحه نفسها، اوتو يعني الجهاز المناعي ده بيبدا يهاجم لي في الجسم بتاعي، يعني انا عم اعرفه ان الخلايا دي بتاعتي ويروح يدمرها، لا اله الا الله، جهاز مناعي مش جدع خالص. فقال لك الاميون سيستم اتاك سيلف تيشو اوف ذا هوست، يعني بيروح يدمر في الخلايا بتاعتي. تمام، يبقى كده اتعرفنا على اول حاجتين، هايبر ريسبونس او هايبر سنسيتيفيتي، ودي قلنا ان بيحصل اكسسيف ريسبونس او ان ابروبريت ريسبونس، ودي بتكون بتانكلود ذا كومن كونديشن شكل الالرجيز لأي حاجة بقى، لنبات، لأنيمال برودكتس أو فود أو ميديكيشن. تمام، الأوتو اميونتي بقى برضو أوتو اميونتي يعني الجهاز المناعي بتاعي بيروح يهاجم نفسه، قالك ان هو بيأتاك سيلف تيشوز اوف ذا هوست. تمام، بعد كده قالك بقى ازاي النوت اول اميون ريسبونس اور هيلبفول. انا مثلا كان عندي مشكلة في الكدني بتاعتي وشلت واحدة وجبت واحدة من حد تاني، او مثلا حتة من برضو عملت من عملية في الليفر جبت من متبرع مثلا وحطيتها في مكان عندي عشان عندي مثلا مشكلة في الليفر. فقالك هنا الجسم بيبدأ يركز، لان الحاجات دي غريبه، الانتيجنز دي مش بتاعتي، الخلايا دي مش عليها العلامه بتاعتي، لا دي عليها علامه غريبه، فانا هبدا بقى ايه هاجم في الحته دي بس انا محتاجها. لا، فقال لك ايه، عشان كده هو قال لك ان not all immune response are helpful، قال لك as in case of introducing non self component for purpose of medical intervention. يعني انا محتاجه ايه دلوقتي، محتاجه الاورجان دون، يعني انا محتاجاه لاسباب صحيه، لا الجهاز المناعي ما يعجبوش الكلام ده فيبدا يهاجمه بقى. فعشان كده قالك ان هو مش دلوقتي هو مش هيلبفول خالص، لا ده بيدمر لي حاجه انا محتاجها. تمام، يبقى كده قلنا الهايبر سنسيتيفيتي بيبقى اكسسيف ريسبونس، اوتو اميونتي بيبدا يهاجم السيلز او التيشوز بتاع الهوست، وقالك ثالث حاجه اللي هي النوت اميون نوت اول اميون ريسبونس ار هيلبفول في حاله لما مثلا اعمل اورجان ترانسبلانت. هنبدا باول حاجه اللي هي تايب 1 اللي هي اسمها سيستميك او لوكال انافلاكسيس. هنقرا الكلام اللي مكتوب ونشرحه واحده واحده. قالك المسل سيل ريليز اوف الهيستامين، والهيستامين ده بيعمل لي اديما، وبتفرز كمان حاجه اسمها البروتياز، دي المواد بتحل البروتين، والكيموتوكسينز والسيتوكاينز دي عباره عن مواد بروتينيه، دي بتبقى مسؤوله عن الجروث اوف الاميون سيلز. وكمان ما دام السيتوكاينز دي بتاعتي دي طلعت فهي اشاره ان انا في جسم غريب هنا، لا تعالوا دمروه. والارشيدونيك اسيد ده او الارشيدونيك كيميتابلايتس دي مواد برده بتحفز المناعه، وبيحصل لما المسل دي هتنفجر هيحصل دي جرانيوليشن، بيبقى المسل اصلا بيبقى فيها جرانيولز، الجرانيولز دي مليانه بالمواد دي. فبيقول لك ان الدي جرانيوليشن انديوز باي الانتيجين بايندينج كومبلنت 3A وكومبلنت 5A والاوبيتس وتمبريتشر. هنفهم الكلام ده مع بعض بالروح. انا اهو ماشي مثلا دخل عندي اي ماده انتيجين غريب، الانتيجين ده بيعمل لي حساسيه، فالانتيجين بتاعي ده هيبقى اسمه الرجين. تمام، الرجين ليه؟ لانه بيعمل حساسيه. جميل، الالرجين بتاعي دخل الماده الغريبه دي دخلت وهيطلع لها بقى الانتي بودي بتاعها، هيبقى الانتي بودي بتاعي هنا هيبقى الاي جي اي. ليه اي جي اي؟ النوع اللي هو تايب 1 دون الاميون جلوبين بتاعه هو المميز اي جي اي، ودي بتيجي ام سي كيو كتير فنركز فيها. فانا عندي الاي جي اي دمر شويه من الالرجين بتاعي بس في شويه بقوا، ف عندي دي خليه اسمها المستل. المستل دي تبقى خليه من خلايا المناعه اللي هي الخلايا الصريه، وكنا اخدناها في ثانوي عام. المستل دي تبقى مليانه جرانيولز، الجرانيولز دي مليانه مواد كيميائيه اللي هي شكل الهستامين والبروتياز اللي اخدناها فوق.
عندي بقى بعد اما بيحصل دون، انا عندي الانتي بودي اللي هو الاي جي اي بتاعي بيروح يمسك لي على الماست سيل كده 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 كده، تمام. دي الماست سيل بتاعتي اللي هي الخلايا الساريه، ودي الاي جي اي، تمام. عندي بقى اول لما الالرجين يدخل ويجي يمسك في الاميونوجلوبولين اي دون، هيجي يمسك هنا كده 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 كده. البايندنج ده اول لما بيحصل بيحفز لي الخليه بتاعتي اللي هي الماست سيل ان هي تطلع لي كل اللي فيها، تطلع لي الهستامين والبروتيز واللي هي الكيمو توكسينز والسيتوكاينز والارجينيك ميتابولايتس، تمام. بالترتيب بقى كده، احنا انا عندي الانتيجين بتاعي دخل اللي هو هنا اسمه الرجين. الالرجين دون هيطلع قصاده الانتي بودي اللي هو الاي جي اي. الاي جي اي دون هيدمر شويه وفي شويه هيتبقوا، الشويه دول هيروح يمسكوا على الماست سيل بتاعتي. الماست سيل اول لما يحصل بايندنج بين الانتيجين او الالرجين بتاعي والاميونوجلوبولين اي دون، هيحصل عندي ان هيحصل دي جرانيوليشن ل الماست سيل، هتخرج لي بقى الحاجات دي كلها، هتخرج لي هيستامين. الهيستامين ده هيعمل لي فازو دايلاتيشن، فهيتراكم دم وهيتراكم موتر كمان في الانترستيشال سبيس، فيها هيعمل لي اديمه، وهتطلع لي كل الحاجات اللي هتساعدني في تدمير الانتيجين الغريب اللي دخل ده، تمام. فاحنا قلنا ان الديجرانيوليشن انديوسد باي الانتيجين بايندنج، يعني اللي بيحفز لي الديجرانيوليشن اصلا انه يحصل هو البايندنج اللي حصل هنا دون، ومعايا شويه مساعدين اللي هي الكومبلمنت 3 اي. الكومبلمنت دي عباره عن مواد بروتينيه، بروتينز بلازما بروتينز، بتساعد ان هي تحفز المناعه وتحفز التفاعلات اللي بتتم فيها، تمام. فالبايندنج دون والكومبلمنت دي والاوبيت والتمبريتشر دول بيحفزوا لي المناعه بتاعتي وبيحفزوا لي ان يحصل عندي دي جرانيوليشن في الماست سيل. اتمنى تكون الحته دي واضحه. بعد ما قلنا ان تايب 1 بيعتمد على الماست سيل والاي جي اي، هنتكلم عن تايب 2 واسمه ترانسفيوشن رياكشن، وهنعرف دلوقتي مع بعض ليه اسمه ترانسفيوشن رياكشن. تعالوا نعرف مع بعض الاول. انا مثلا انا حصل لي نزيف وفقدت دم كتير، وانا كانت مثلا فصيله دمي كانت A، ماشي. فانا عندي فصيله دمي كلها ايه 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 كده، والانسان اللي فصيله دمه ايه بيكون عنده انتي بودي في جسمه اسمه انتي بي، تمام. دون موجود على في وسط الخلايا بتاعته، فانا عندي انتي بي في اللي هو الانسان اللي هو انا اللي هو فصيله دمي ايه، تمام. جه بقى دكتور، والدكتور ده ما كانش مذاكر مثلا او حاجه، فجاب لي دم من انسان فصيله دمه بي، ف الانسان اللي فصيله دمه بي دون عنده انتي ايه. فهو لما نقل لي هنا الخلايا بتاعته هنا، فانا عندي انتي بي، فالانتي بي هيروح يمسك في، انا مثلا جالي هنا بي اللي هي خلايا الدم بي، هتروح يمسك فيها الانتيجين الانتي بودي اللي هو اسمه انتي ايه. فكده حصل عندي ان الجسم بتاعي هيبدا يهاجم الخلايا الدم اللي اتنقلت لي دي، فده نتيجة ترانسفيوشن. يعني انا عملت ترانسفيوشن للدم من شخص تاني ليا، والدكتور كان ناقل الدم غلط، فهنا هيحصل تفاعل بين اللي هو الانتي بي اللي موجود عندي لان انا فصيلة دمي ايه وخلايا الدم البي اللي منقوله لي، جميل جميل. فتعالوا نقرا المكتوب. بيحصل لك فيه تايب 2 اللي هو ترانسفيوشن رياكشن، ده بيحصل حاجه اسمها اميونو ثرومبو سايتوبينيا سايتوبينيك بيربرا دراج رياكشن، تمام. وهنفهم دي يعني ايه، واريثروبلاستوزس فيتاليز. وبيقول لك ان الاي جي فيكسس كومبلمنت دايركت لايزس اتاكد باي ماكروفاج اند ناتشرال كيلر سيلز. مش فاهم منك حاجه، بنروح هنتكلم هنشرحها واحده واحده. دكتور ربنا يسامحها مش موضحه اي حاجه. انا عندي في انا مثلا باخد دواء، والدواء دون انا مثلا بصوا في بعض الادويه مثلا باخدها للثايرويد جلاند بتاعتي، الدواء دون اكتب يا عم الدواء ده دي مثلا البلاد بليتلتس بتاعتي اللي هي صفائح الدمويه اللي موجوده في الدم بتاعي، الدواء ده بيروح يمسك على الصفائح الدمويه بتاعتي كده مثلا، ده الدرج وده البليتلتس، فبيغير شكلها، فشكلها دلوقتي متغير بالنسبه للجهاز المناعي بتاعي. ف
فالجهاز المناعي يشوف البليتلتس دي يقول لك ايه ده، دي مش البليتلتس بتاعتي، فيبدأ يهاجمها ويقعد يدمر لي فيها يدمر لي فيها يدمر لي فيها، تمام. فانا كده عدد البليتلتس بتاعي هيقل نتيجة ان انا جهاز المناعي بتاعي بيدمرها. ليه بيدمرها؟ عشان انا اخدت دواء، الدواء ده لزق لي فيها فغير لي شكلها، فما عادتش بالنسبه للجسم بتاعي هي البليتلتس بتاعتي. فده اللي بيحصل فيه ايه، في الاميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. البيربرا دي مرض بيكون فيها عدد البليتلتس قليل، وبيكون فيها بيبقى فيها عباره عن بقع حمراء كده وبطش حمراء في الجسم، فانا بعرفها منها. نفهمها بقى اميون لانها نتيجه المناعه، نتيجه هايبر سنسيتيفيتي. ثرومبوسايتوبينيك، ثرومبو دي عايد على البليتلت، سايتوبينكس يعني عددها قل. عددها قل ليه؟ لان الجهاز المناعي بدا يدمرها. ليه؟ اللي هي دراج هنا بقى نرجع للدراج رياكشن، لان الدراج بتاعي راح مسك على البليتلت بتاعتي فغير لي شكلها، ده نتيجه الدراج. جميل، فهمنا اول واحده. تاني حاجه بقى اللي هي ايه، الاريثروبلاستوزيس فيتاليس. بصوا مثلا في واحده ست هي الار اتش بتاعها سالب، اتجوزت راجل الار اتش بتاعه موجب، والار اتش الموجب ده صفه دوميننت يعني هي صفه سائده، فهتغلب الار اتش السالب. فهي الست دي ادي الست بتاعتنا اهي، هي حملت بقى عندها بيبي، فالبيبي ده هيطلع ار اتش موجب، وهي الار اتش بتاعها ايه سالب. فالطفل الاولاني هي حملت في الطفل الاولاني، الطفل الاولاني ار اتش موجب فولدته، فالباشا ده عدى خلاص، بس ساب في الجسم بتاعها انتي بوديز للار اتش الموجب دون. فتيجي تحمل الست دي بقى، تحمل مره تانية، هتيجي برضو تجيب طفل ار اتش موجب. هي الست دلوقتي عندها ار اتش موجب انتي بودي جوه جسمها، فالار اتش موجب انتي بودي دون هيهاجم الار اتش موجب بتاع الطفل، وهيقعد يكسر له في الخلايا الدم الحمراء بتاعته، فالطفل ده ممكن يموت. فعشان كده دي في حقن دلوقتي معينه بياخدوها قبل، لو واحده ست ار اتش سالب، عشان الطفل التاني ما يموتش. فهنا الخلايا الدم الحمراء بتاعته بتبدا تتكسر، فعشان كده سميتها اريثروبلاستوز فيتاليس، لان الفيتس بتاعي او الجنين بتاعي بيبدا يحصل له ان الخلايا الدم الحمراء بتاعته بتتدمر. بصوا الصوره اهي، ار اتش ماذر ار اتش سالب نيجاتيف، تمام. قال لك ساعه الولاده اندمج الدم بتاعها بالدم اللي بتاع طفلها اللي هو ار اتش موجب، فكون لها انتي بوديز، فالانتي بوديز دي بدات تدمر في السكند فيتوس بقى الطفل الثاني، بدات تهاجم الخلايا الدم الحمراء بتاعته فبدات تدمرها، تمام. بيقول لك ايه بقى، الاي جي جي فيكس الكومبلمنت دايركت لايز اتاكت باي ماكروفاج اند نيتروكر. انا عندي الانتيجين، الانتيجين بتاعي ده الانتيجين ماشي، اول لما بيبايند مع الانتي بودي كده اهو دون الانتيجين والانتي بودي لزقوا مع بعض، اول لما بيلزقوا مع بعض بيعمل لي بيلزق معاهم حاجه تانية اسمها الكومبلمنت. الكومبلمنت ده اول لما بيلزق فيه الكومبلكس ده اسمه كومبلكس. الكومبلكس بيتكون من ايه، بيتكون من انتي بودي زائد انتيجين. اول ما يلزق فيهم حاجه اسمها الكومبلمنت بيعمل دايركت لايسز للخلايا، يعني هنا مثلا هيكون الانتيجين بتاعي هنا الار اتش بوزيتيف بتاع الجنين، والانتي بودي بتاعي هيكون الانتيجين الانتي بودي بتاعه. لما يعملوا بايندنج مع بعض هيجي الكومبلمنت ده يحللهم هما الاثنين، تمام. فهو ده بقى بيعمل لك، قال لك بيعمل دايركت لايسز، وكمان بيجذب لي حاجه اسمها النيتشرال كلر اللي هي القواطر الطبيعيه، او الماكروفاج اللي هي الخلايا البلعانيه بتيجي تاكلهم، تمام. كده اتكلمنا عن تايب 1 وتايب 2. قلنا تايب 1 الماست سيل والديجرانيشن بتاعها، وتايب 2 اللي هو ترانسفيوجن رياكشن، واتكلمنا في التلات امثله بتاعته شرحناها، يا رب تكونوا فهمتوها. وبعد كده هنخش على تايب 3. الدكتورة كاتبة امثلة برضو، بس كاتبة ارثرايتس، جلوميور نفرايتس، وسيرام سيكنس، وقال لك اميون كومبلكس اتس ان تيشو اكتيفيت الاند فيكس الكومبلمنت، تمام. ازاي الكلام ده بقى،
بصوا مثلا في بعض الامراض برضو او بعض السموم لما بتخش الجسم، فبدي للطفل مثلا، عندي طفلة راحت امها كشفت عليها فقالت لها لا عندها مرض، والمرض ده في مثلا في حقنة معينة بتاخدها، الحقنة دي لما بتاخدها هي بتاخدها برضو على الحقنة اللي بناخدها دي، يعني حاجة عامة مش بتمتص كلها مرة واحدة، يعني في شوية بيبقوا بيحصل لهم رابيد ابزوربشن، بيدخلوا في الجسم بسرعة خالص، وفي حبة بيبقوا ديلايد تمام. فهو الحبة اللي دخلوا بسرعة الرابط دولا دخلوا الجسم، فالجسم هو ده بالنسبة لهم انتيجين، فبدأ يعمل يعني ضدها انتي بودي تمام، في انتي بودي اتكونت ضد الحقن دي، فلما يجي حبة ديلي دول يدخلوا جوه الجسم فهيلاقوا ليهم انتي بوديز موجودة، هو ده حقنة اصلا، ودي ده علاج انا واخداه، فلما العلاج ده او الحقنه دي تتكون مع الانتيجين فدول بيكون لكم كومبلكس، الكومبلكس ده بيمشي يترسب في كل حته في الجسم، ده اسمه سيرم سيكنس، ده هو السيرم سيكنس اللي هو مكتوب دون تمام. فبيمشي مثلا يترسب لي، يحصل له ديبوزيت في مثلا في الجوينت فيعمل لي ارثرايتس، يترسب في الكدني فيعمل لي جلوميرونيفرايتس تمام. وقال لك بقى احنا قلنا ان الانتيجين زائد الانتي بودي بيعمل لي كومبلكس، وقلنا ان اول ما يتكون الكومبلكس ده بيجي حاجه تلزق فيه اسمها ايه، الكومبلكس الكومبلمنت، والكومبلمنت دون برضو المسؤول عن تثبيته اللي هو فيكس اللي بيجي يلزق فيه، وان المسؤول عن تنشيطه اللي هو الكومبلكس اللي هو ان الانتي بودي يروح يلزق في الانتيجين جميل. وده هو قال لك بقى ان هو بيجذب مثلا شكل ما اخدنا اللي هي النيتشرال كيلر والماكروفاج تمام. طيب تلاتة دون خلص وهو سهل اصلا. طيب اربعة بقى، طيب اربعة دون اكتبوا جنبه كده سيل ميدييتد هايبر سنسيتيفيتي تمام، اللي مسؤول عنه بصورة اساسية ايه السيلز جميل جميل، اكتبوها برضو عشان بتيجي في الام سي كيو. ده بيشتغل ازاي بقى، انا عندي مثلا الكدني بتاعتي اهي، دي كدني بالذمة، دي الكدني ثانية، دي الكدني بتاعتي ها دي مقبوله شويه، دي داخل لها دم وخارج منها دم تمام. في الحاله الطبيعيه بتاعتي الكدني بتاعتي في خلايا عاديه بتعدي فيها اللي هي تي سيلز دي، عندي مثلا هي انواع كانت تي اتش تي هيلبر وتي سايتوكسيك ماشي، وكان في واحده اللي هي تي سبريسور باين اللي بتعمل سبريشن للمناعه تمام. انا هنا اللي هركز عليها قوي تي سايتوتوكسيك دي تمام. هنا ايه اللي بيحصل بقى، التي سيلز دي مثلا بتعدي كده بتلف في الجسم، فهي بتدخل في الكدني ما قابلتش حاجه غريبه خالص، فهي قابلتها فدخلت الكدني عادي، الكدني بتاعتنا خرجت كتي سيل عاديه خالص. اما في بعض الاحيان بقى مثلا انا الكدني بتاعتي حصل فيها فيليور وايه، هما بقى قامت اضطريت ان انا اغير الكدني بتاعتي وهجيب كدني متبرع، فبرضو التي سيلز بتاعتنا بتتمشى جوه الجسم، دخلت الكدني لا مش عاجبها شكلها كده، بتقول لا دي مش الخلايا بتاعتي، دي مش الخلايا اللي انا متعوده عليها كل يوم، فتقول طب ما تعمل بقى ابحاثها وتاكد لا ان دي مش الكدني بتاعتي، دي مش الخليه، مش جزء من الجسم بتاعي، دي نون سيلف سيل. فالتي سي دي تروح بقى على السبلين وتروح على كل الجهاز المناعي تنبهه لا دي الكدني دي مش بتاعتنا احنا عايزين نهاجمها، وتاخد بعضها وتاخد كمان خلايا مناعيه كتير جدا وتروح تهاجم الكدني بتاعتي دي، ودي اللي هو الجرانيولوميتاس انفلاميشن تمام. هو ده الكلام المكتوب بالظبط، وهي من ضمن الخلايا عشان تفهموا الحته دي، من ضمن الخلايا اللي بتناديهم التي سيلز خلايا اسمها ابيثيليويد سيل وجانت سيل، ودي خلايا مناعيه من ضمن الخلايا المناعيه اللي بتناديهم عشان يعملوا حمله ويدمروا الكدني اللي هي مش بتاعتهم دي. فقال لك تي طيب أربعة اللي هو سيل ميدييتد، قال لك ان هو بيحصل في الكونتاكت، بيعمل يعني كونتاكت درماتايتس اللي هو التهاب في الجلد، واللي هي اللي شرحناه اللي هو الجرانيولوميتاس انفلاميشن اللي هو عباره عن ان التي سيلز بتهجم على لما بيحصل عندي اما اعمل ترانسبلانت لكدني مش بتاعتي، وقال لك ان هي اسمها تي سيل ميدييتد سايتوتوكسيك ماشي، لان هي بتعتمد على التي سيلز وخصوصا التي سايتوتوكسيك جميل. وقال لك ان الجرانيولوميتاس انفلاميشن دون بيكون فيه خلايا اسمها الابيثيليويد سيل والجوينت سيل
وانتوا فهمتوا ايه اللي بيحصل فيه. رابع حاجة معايا هي immuno deficiency. يعني ايه؟ يعني المناعة بتاعتي مش شغالة كويس. انا عندي دولة وكل دولة ليها جيش بيحمي الحدود بتاعتها. انا لو عندي الجيش ده ضعيف مش قادر يحمي البلد كويس، ممكن اي عدو يدخل يدمر لي في الدولة بتاعتي دي. نفس الحاجة انا عندي الجهاز المناعي هو اللي بيحمي لي الجسم بتاعي. انا لو الجهاز المناعي بتاعي مش شغال كويس ممكن اي بكتيريا فيروس يدخل يدمر لي الجسم ويعمل لي فيه مشاكل، هيعمل لي ديزيز او انفكشن. هي دي نفس الفكرة. قالك immuno deficiency يعني المناعة بتاعتي فيها مشكلة. قالك when the immune system is not functioning properly يعني لو المناعة بتاعتي مش شغالة كويس، failure of the immune system can result in localized or systemic infection or disease. يعني لو انا المناعة بتاعتي مش شغالة كويس ممكن ده يعمل لي infection او disease، وممكن تكون localized في حتة معينة او systemic في الجسم كله. امتى المناعة بتاعتي تكون مش شغالة كويس او فيها مشكلة؟ قالك عندي حالتين. قالك اول حاجة اسمها human immune deficiency virus، ده اللي هو مرض نقص المناعة المكتسبة، وده الفيروس ده بيدمر لي المناعة بيخليها تقل بصورة مش طبيعية. في المناعة بتاعتي دلوقتي مش قادرة تشوف الشغلانة بتاعتها، مش قادرة تقوم بوظيفتها، فعشان كده ممكن اي بكتيريا او فيروس يدخلوا لها. دي اول حالة. تاني حالة لو انا باخد immuno suppressive drug، يعني في بعض الادوية بتعمل لي suppression المناعة، بتصبط المناعة بتاعتي، فالمناعة بتبقاش قادرة تشوف شغلها، فهي خلاص ما عادتش هتقاوم اي فيروس او بكتيريا تدخل لها. فكده قلنا ان في ممكن يكون في مشكلتين في مشكله في المناعه عن طريق حاجتين. اول حاجه يكون عندي الاتش اي في انفيكشن اللي هو مرض نقص المناعه المكتسبه، او ان انا اكون باخد immuno suppressive drug. قالك بقى بعد كده الاتش اي في انفيكشن دي قلنا ان المناعه تبقى مدمره، فممكن اي فيروس اي بكتيريا تخش تعمل لي مشاكل كتيره جدا. فقالك ان هي ممكن تعمل لي مشاكل such as اللي هي نيورو ماسكولو سكيليتال ديزيز، يعني بتعمل مشاكل في النيرف سيستم وفي الماسكولو سكيليتال سيستم. ممكن تعمل لي مشاكل في العظم، تعمل لي التهاب في العظم اوستيومايلايتس، او تعمل لي بكتيريا المايوسايتايتس دي عباره عن التهاب في العضلات، واوستيونكروزيس احنا خدنا النكروزيس يعني ان الخليه بتموت، يعني خلايا العظم بتموت، اوستيوبين يعني خلايا المكونه للعظمه بتقل، اوستيوبروز يعني هشاشه العظام، ماسكول سكيلتال بين سندروم تلاقي ان الماسكول سكيلتال سيستم بتاعي بيبقى فيه وجع بصوره مش طبيعيه، الاتش اي في وستنج سندروم دي تعتبر اخطر حاجه فيها، يعني بنلاقي فيها اعراض كتير قوي، مثلا الوزن بتاع جسم بيقل 10%، بيكون فيها دايريا وبيكون فيها الاعراض وفيفر ممكن تخلي الانسان يموت. الاتش اي في اسوسييتد مايوباثي يعني بيكون فيه ضعف عام في عضلات بتاع الجسم، وروماتويد ديزيز يعني الشكل الحمر المتنزميه كده. بعد كده الفاكتورز افكتنج الاميونيتي، ايه هي العوامل اللي بتاثر لي على الاميونيتي بتاعتي، يعني ايه اللي يخلي المناعه بتاعتي كويسه وايه اللي يخليها ضعيفه. اول حاجه الايج، الايج في ناس يعني مثلا الناس صغيره كنا في الكورونا نقول انهم مش بياخدوا الفاكسين لان المناعه بتاعتهم كويسه شويه ممكن تحميهم، لما الكبار هم اكتر عرضه لان المناعه بتاعتهم ضعيفه شويه. فكده اول فاكتور معانا هو الايدج. تاني حاجه السكس اند هرمونال انفلونس، انا لسه بحث دلوقتي يعني في الاميونيتي لقيت ان الفيميل عندهم تبقى عندهم بيتر اميونيتي زان الميل، فده برضو حاجه بتاثر على الاميونيتي. النيوتريشن والمال نيوتريشن، لو واحد بياكل كويس وبياكل خضار وبياكل حاجات اللي تفيد المناعه بتاعته فده اكيد المناعه بتاعته هتبقى كويسه، اما واحد تاني مش بياكل كويس ف عنده مال نيوتريشن فاكيد المناعه بتاعته هتبقى ضعيفه. انفيرمنتال بوليوشن، لو انا عندي التلوث بتاع المنطقه اللي انا عايش فيها اصلا متلوثه وكل شويه اتعرض لبكتيريا كل شويه اتعرض لفيروس، فكده المناعه بتاعتي خلاص كل شويه بتتعرض لهجوم بتبدا تضعف. اكسبوجر تو توكسيك كيميكالز نفس الفكره، لو انا عندي تروما، التروما دي بيدخل من خلالها بكتيريا وفيروس فبتضعف لي المناعه، لو عندي بير نفس الفكره. الاسبلين ديستربنس، ليه الاسبلين ممكن ياثر لي على المناعه؟ الاسبلين ده اصلا احنا فاكرين من ثالثه ثانوي ان الاسبلين ده كان من اهم الاعضاء اللي بتلعب لي دور مهم جدا في المناعه بتاعتي، فعشان كده اي مشكله في الاسبلين بتاعي بتاثر على المناعه. لو الاسبلين شغال كويس تمام هيبقى عندي مناعه كويسه وفل الفل، لو الاسبلين بتاعي فيه اي مشكله ممكن ياثر لي والمناعه بتاعتي هتقل. وديا ممكن سكمناها كده بكلمه بوستسين، هما اصلا كلمتين ملهمش علاقه ببعض بس الحاجات دي هتبقى مختلفه جدا كده هتثبت معايا.
ال B for burn و ال A aging ال S بتاع ال sex and hormonal influence T trauma S التانية بتاع sleep disturbance و ال E for environmental pollution ال E التانية exposure to toxic chemicals وآخر حاجة ال nutrition. تمام تمام. بعد كده لو أنا عندي مجموعة من الأمراض في الجسم بتاعي، في امراض بتاثر على المناعه بتاعتي ان هي تضعفها بصوره مش طبيعيه. اول حاجه لو انا عندي مالجنانسي، يعني لو انا عندي تيومر، مالجنانت تيومر يعني ورم خبيث جوه جسمي، ده بياثر لي على المناعه بتاعتي بيقللها. كذلك لو حد عنده السكر دايابيتس ميليتس، دي برضو بتاثر لي على المناعه بتاعتي وبتقللها. لو انا عندي كرونيك رينال فيلير، ولسه قايلين برضو الاتش اي في انفيكشن اللي هو المرض نقص المناعه المكتسبه ده، لانه كده كده اسمه كده، يعني انا المناعه بتاعتي بتكون نقصت. لو انا باخد ادويه، بعض الادويه ممكن تكون بتاثر بتعمل سبريشن المناعه، ودي لسه واخدينها. لو انا في لو في حصل لي حاجه في المستشفى، لو انا خدت عملت جراحه، لو انا خدت جنرال انستيزيا، يعني لو انا خدت اللي هو تخدير كامل، فده بيأثر لي على المناعه بتاعتي بيقللها لي شويه. ايوه اسبلين نيكتوميدي، احنا كنا اخدنا اكتوميدي، يعني انا اخدت جزء من العضو بتاعي، هنا اخدت جزء من الاسبلين، وكنا اخدنا الاسبلين لسه قايلين ان هو بيأثر على المناعه بتاعتي بصوره كبيره جدا، ولو ضعف فالمناعه بتاعتي بتضعف. فهنا انا اخدت جزء من الاسبلين، فالاسبلين اتأثر، فكده المناعه بتاعتي هتتأثر. الاسترس احنا كنا اخدنا في، يعني مش اخدناها صراحه، دي كانت في اول الكورونا لما كان حد يقول له يقول لك ما تاثريش على حالته عشان المناعه بتاعته ما تقلش، ما تحطوش تحت ضغط، المناعه بتتاثر بحاله الحاله بتاع المريض، يعني لو هو كويس حالته الصحيه النفسيه كويسه فده مش هيتاثر قوي. فهنا برضو بيقول لك كده الاسترس السايكولوجيكال ويل بينج والسوشيو ايكونوميك ستاتس، يعني الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه، لو حد عايش في مكان كويس والبيئه بتاعته نظيفه، غير اما يكون عايش في مكان مش لاقي ياكل مثلا، او بيكون الزباله والمكان بتاعه مش كويس، فدي بتاثر. كده اخدنا اللي هي الفاكتورز الافكتنج الاميونيتي، وقلنا اللي هي البوستين اللي هي العوامل دي، وبرده لو في مرض، لو انا باخد ميديكيشن بتقلل المناعه، لو في اسبلين نيكتومي، ولو في ستريس. بعد كده بعد ما خلصناهم بقى هنبدا نمسك واحده واحده منهم كده نتكلم عنها بشويه من التفاصيل. اول حاجه احنا قلنا ان الهايبر سنسيتيفيتي دي حد مأفور، حد كل ما لو قلت له مثلا شتمته هيعيط، فبيأفور فبيعمل اكسسيف ريسبونس، والاكسسيف ريسبونس دي ممكن تكون انجرس. فالجهاز المناعي بتاعي لما بيلاقي مثلا اي فيروس ممكن ما يكونش قوي قوي، ممكن ما يكونش هيأذيني قوي، لا يعمل فيها سبع رجاله ببعض ويأفور في الاجابه بتاعته، والأفورة دي ممكن تأذيني. فقال it's an excessive and injurious response to an exogenous agent and antigen، يعني هي بتبقى excessive response وبتكون لي exogenous antigen، الانتيجن بتاعي بيبقى خارجي داخلي هو غريب عن جسمي. It can be used to describe various immune mechanisms that harm the individual، يعني بيقولك ان الهايبرسنسيفتي دي ممكن استخدمها لأي استجابة مناعية بتقدر انها تأذيني، لان هي بتبقى حاجة مهيبرة، حاجة بتأذيني لانها زيادة عن حدها، including transplant rejection and autoimmune disease، يعني لما انا بعمل ترانسبلانت مثلا لاي اورجان، والامراض المناعيه اللي هي الاوتو اميون ديزيز اللي هي الجسم فيها بيهاجم نفسه. وانا عندي في الهايبر سنسيتيفيتي دي اربع انواع، تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 وتايب 4، وهنتكلم عنهم في شويه تفاصيل. اول حاجه تايب 1، تايب 1 اسمه سيستميك لوكال سيستميك او لوكال انافلاكسيس، معلش الاسم ده مهم وانا اسفه ان اتلخبطت فيه، بس هو مهم بيجي في الام سي كيو كتير، اسمه سيستميك او لوكال انافلاكسيس. ازاي بيحصل بقى ايه التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ده؟ الاوتوميون ديزيز دي بقى فيه منها نوعين، احنا اصلا كنا قلنا في اول المحاضره يعني ايه اوتوميون ديزيز، يعني انا الجسم بتاعي بدا يهاجم الخلايا بتاعتي برضو، اللي هي بدا يهاجم السيلف سيلز بسبب اي مشكله حصلت بقى، وهنتعرف ازاي ده بيحصل. تمام، فالجسم بتاعي هنا طلع مش جدع وبدا يهاجم الخلايا بتاعتي، ممكن يهاجمها في صوره سنجل اورجان، ممكن يهاجم عضو واحد بس، او يهاجم الجسم كله ويبقى سيستميك. تمام، قال لك ان هي
are classified into two major groups. اول حاجة those affecting single organ, بتأثر على single organ. those are systemic. systemic يعني بيأثر على الجسم كله, عن طريق مثلا يأثر على connective tissue. connective tissue ده احنا عارفين انه موجود في معظم او في يعني في معظم الجسم بتاعنا في systems, او اسمه برضو collagen disease. يبقى كده نوعين, اول واحد اسمه those affecting single organ, والتاني systemic او connective tissue او collagen disease. ليه تلات اسماء. تمام, بعد كده بقى عايزين نتعرف على ايه المظاهر او ايه اللي يعرفني ان انا عندي autoimmune disease. اول حاجة قالك ان autoimmune tissue reaction is present, يعني حاجة هذا خالص, يعني انا عشان اقول ان دون autoimmune disease لازم يحصل autoimmune reaction. ازاي بقى؟ تروح مثلا الخلايا, خلية اللي هي بتاع الاميونيتي بتاعتي, تروح تمسك وتهاجم في خلايا من جسمي, تمام, وتدمرها لي. فلازم ده التفاعل دون اللي هو autoimmune reaction ده لازم يحصل عشان اقول عليه autoimmune disease. دي اول حاجة. تاني حاجة, this reaction is primary, يعني ايه؟ يعني ما يكونش عندي مرض تاني او حاجة حصلت خلت مثلا شكل ما كنا بنتكلم في البليتلتس الدراج ماسك عليها فغير شكلها. لا, انا عايز مثلا تروح تهاجم البليتلتس بشكلها الطبيعي من غير ما يكون اي تغير حصل فيها, من غير ما يكون عندي اي مرض او اي دراج. فالتفاعل ده يكون ناشئ من نفسه. تالت حاجة بقى, وهي نفس تاني حاجة في نفس المعنى, no other cause of tissue injury is present, يعني ما يكونش عندي بكتيريا او فيروس دخل واقول ان ده autoimmune disease. لا, ده الجهاز المناعي او الاميون سيستم دلوقتي اشتغل عشان يهاجم لي البكتيريا والفيروس ده. جميل, قلنا ليها ثلاث حاجات. اول حاجة ان يكون في autoimmune reaction, وتاني حاجة reaction ده يكون primary وما عنديش اي سبب تاني او اي cause تاني لل injury دي. بعد كده قالك الميكانيزم involved in autoimmune disease, يعني ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل عشان يحصل autoimmune disease دون, وعشان يحصل ان الجسم يبدا يؤذي نفسه. اول حاجه قالك يعني بيحصل loss of self tolerance. يعني ايه self tolerance؟ يعني الجسم ما يبداش يهاجم نفسه. تمام, يعني الخلايا بتاعتي عارفه ان دي خلايا الجسم الطبيعيه, دي انت ما تهاجميهاش, تمام, ومتربيه على كده وكبرت على كده. اما بقى بصوا, في حدوته كده صغيره نحكيها. واحنا اجينا ماشي واحنا في بطن امنا, يعني بصي الفيتوس اهو بيبقى في الصيمس بتاعته بتبدا تتكون خلايا الاميونيتي, بيتكون خليه أمتي لكل حاجه عشان ما يبداش ما يحصلش اذيه للجنين ده وهو بطن امه من اي وسيله. تمام, ف وبيبدا برضو بيتكون خلايا ضد الخلايا الجسم بتاعتي. فلما الجنين ده بقى يجي يتولد مثلا او بعد فتره, ربنا بيؤمر الخلايا اللي هي ضد خلايا الجسم بتاعتي دي ان يحصل لها ديليتيشن, بيحصل لها انها تتمشي او تتمسح عشان ما تبداش تاذي الجسم بتاعي. تمام, فقال لك لوس اوف سيلف تولرانس, يعني ايه؟ يعني الجسم يبدا يهاجم نفسه لانه خسر السيلف تولرانس, خسر الميزه اللي هو ان هو عارف الخلايا بتاعته وما بقاش يهاجمها. ازاي خسرها بقى؟ قال لك عن طريق حاجتين, فيلير اوف كلونال ديليتيشن, يعني ايه؟ يعني ان احنا لسه قايلين ان الخلايا اللي هي ضد الجسم بتاعتي بتتمسح. لو حصل بقى خلل والخلايا بتاعتي مش كلها اتمسحت, يعني هيكون عندي مجموعه من الخلايا ضد الخلايا بتاعت جسمي فهتبدا تهاجمها. دي اول طريقه. تاني حاجه فيلير اوف تي سيل سبريشن. احنا عندنا, احنا كنا قايلين شويه ان في عندي تلات انواع من الخلايا التائيه اللي هي تي سيلز دي. قلنا ان في منها حاجة اسمها تي سبريسور, دي بتعمل سبريشن ليه بعد ما مثلا دخل عندي الفيروس وانا قضيت عليه خلاص, او البكتيريا قضيت عليها فخلاص كده ان الجهاز المناعي عايز اعمله سبريشن, عايز اوقفه. فانا فشلت دلوقتي ان انا اعمل سبريشن دون, فالجهاز المناعي شاف نفسه شوية فبدأ بعد ما قضى على الفيروس او البكتيريا دخل على الجهاز المناعي بتاعي كمان, او دخل على اجزاء الجسم بتاعي كمان, انا اسفة. ماشي, دي اول طريقة لوس اوف السيلف تولرانس. ثاني حاجه ان يحصل انتيجين موديفيكيشن, يعني الانتيجين اللي موجود على الخلايا بتاعتي اللي مميز لي الخلايا بتاعتي حصل فيه موديفيكيشن اتغير. تمام, ودون لسه واخدين مثال عليه اللي هو البليتلتس, هي الانتيجين بتاعي والخلايا بتاعتها متعرف عليها في الشكل ده, الدراج جه مسك على البليتلتس فغير لي شكلها فهنا بدا الجسم يهاجمها. سي بقى cross reaction with infectious agent, يعني ايه cross reaction؟ انا عندي مثلا لو جالي مثلا tonsillitis, هي التهاب في اللي هو اللوز يعني,
والجسم بدأ يطلع لي الانتي بوديز عشان تروح تهاجم البكتيريا او الفيروس اللي عامل لي التونسيلايتس دي. فبدل ما يروح يتشطر على البكتيريا فهو لا، حصل كروس رياكشن، بدأ اتبدل ويروح يهاجم لي مثلا الهارت او الكيدني، راح يهاجم لي اي حاجة في خلايا الجسم بتاعي. تمام. رابع حاجة emergence of sequestrated antigen. انا sequestrated antigen يعني ايه؟ انا دخل عندي الجسم، دخل عندي جسم غريب والانتيجين بتاعه اول لما دخل الجسم او الجهاز المناعي بتاعي دمره شوية، فعمل له فتلته الحتت صغيرة، الحتت الصغيرة دي ماشية في الدم بقى تترصد في العضو ده وفي العضو ده وفي العضو ده وبتاع. فالجهاز المناعي بتاعي بيبدأ يهاجم العضو بالانتيجين اللي فيه، عشان هو كده كده في انتيجين، في حاجة ضارة. الجهاز المناعي بتاعي بقى بدل ما يهاجم بس الانتيجين او الجسم الغريب، بدأ يهاجم لي العضو اللي هو موجود فيه كمان. تمام. خامس حاجة بقى اللي هي genetic factors mainly class 2 MHC. هي دي مهمة بس شرحها طويل جدا والدكتورة مشرحتهاش، وصراحة هندخل في دوامات كده احنا في غنى عنها، فاحنا نحفظش كلمة هي كده معلش. اللي هي genetic factors يعني الجينز بتاعتي، ممكن يدخل عندي جين غلط يبدأ يدمر لي في المناعة بتاعتي. جميل. يبقى انا كده اتكلمنا عن خمس حاجات. اول حاجة loss of self tolerance، تاني حاجة الانتيجين notification، تالت حاجة cross reaction، ورابع حاجة emergence of sequestrated antigen، واخر حاجة genetic factors. الexercise immunology، هنا هنتكلم عن تأثير ان انا اعمل exercises دون هيأثر بايه في المناعة بتاعتي، يعني ايه اللي هيحصل لما انا اعمل الاكسرسايز بتاعي، ايه هيكون تأثيره على المناعة. سواء انا هعمل الاكسرسايز دي هعملها ازاي، هعملها قد ايه، ايه الانتنسيتي بتاعتي، فده اللي هيتحكم لي في المناعة بتاعتي. قال ان the effect of physical activity and exercise on immune and neuro immune system has been growing area of for research interests. يعني بيقولك ان التأثير الاكسرسايز على الاميون سيستم بقى له فترة شاغل يعني الريسيرشرز، ومخليهم ان هم يعملوا عليه ابحاث كتير وكده. فقالك ان هو بيعتمد على حاجتين او على حاجة واحدة، وهي حاجة واحدة بس فيها حاجة تانية. اول حاجة اللي هي الانتنستي. تمام. يعني ايه شد؟ انا بعمل التمرين دول بقوة، يعني بشيل مثلا روحت عملت فيها اجدع واحدة وروحت شيلت 20 كيلو، وانا اصلا اخري اشيل 2 كيلو دي، فدي حاجة غلط فما ينفعش اعمل كده. او مثلا انا هجهدت نفسي وقعدت اتمرن 5 ساعات وانا بنهج بعد 5 دقايق. تمام. يعني الانتنسيتي، وممكن ندخل الديوريشن كمان. قالك الاكتيفيتي او الاكسرسايز كان انهانس او سبريس الاميون فانكشن. تمام. يعني انا لو عملت التمرينات بتاعتي بصورة معتدلة بصوره ريجولر، ما خدتش وقت كبير واكدت نفسي، دون هيعمل لي انهانس لي او هيحفز لي او هيحسن لي المناعه بتاعتي. اما لو انا اجهدت نفسي وقعدت اتدرب بشده بانتنسيتي كبيره وبديوريشن كبيره، ممكن ده يعمل لي سبريشن للاميونيتي بتاعتي. جميل. هو ده فعلا الدقيقتين دول ملخص الكلام اللي جاي. اول حاجه قال لك ريجولر مودريت فيزيكال اكتيفيتي كان انهانس الاميونيتي، اهو لسه قايلينه لما انا اعمله بانتظام، اعمله باعتدال، ما اضغطش على نفسي، فقال لك دوام بينهانس الاميونيتي وبي بريفنت نيورو اندوكراين اند ديرم ديترمينشال اميونولوجيكال افكت اوف الاستريس. يعني الاستريس بتاعي لما بيحصل عليا استريس دوام بيعمل لي تغييرات في النيورو اندوكراين، يعني الجهاز العصبي والجهاز بتاع الغدد الصماء وفي الجهاز المناعي، فهو بيقلل او بيمنع تاثير الاستريس دوام عليهم. تمام. ده اللي هو ايه الريجولر مودريت اكسرسايز. احنا عايزين نربط ان اي حاجه حلوه هتبقى مرتبطه بالريجولر مودريت اكسرسايز، اما لما يكون انتنس اكسرسايز ده فبيعمل لي حاجه وحشه. جميل. قالك ان كونتراست انتنس اكسرسايز او لونج ديوريشن، يعني انا رحت شلت مثلا وزن كبير قوي 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 انا ما اقدرش اشيله اصلا، او اجهدت نفسي لمده طويله. قالك ساتش از الماراثون راننج، لو عارفين الماراثون دون مثلا دول بيقعدوا يجروا لحد ما يوصلوا 42-45 كيلو. is followed by impairment of the immune system، يعني بيعمل لي مشاكل او اعاقات في الاميون سيستم. الانتنس اكسرسايز
بيعمل سبريشن اوف الكونسنتريشن اند الاكتيفيتي اوف اميون سيلز. يعني انا لما اعمل انتنس اكسرسايز او اعمل كونتراست اكسرسايز فدون بلاقي عندي ان الكونسنتريشن عدد الخلايا بتاع الاميونيتي او الاميون سيلز والاكتيفيتي بتاعهم كمان قل. قال لك شكل الخلايا ايه؟ الخلايا الليمفوسايت الخلايا الليمفاويه النيتشرال كيلر دول بلاقي ان الكونسنتريشن بتاعهم قل وكمان الاكتيفيتي بتاعهم قل. تمام، يعني احنا قلنا ان الريجولر مودريت بي انهانس اما الكونتراست او الانتنس بي سبريس. هنتكلم عن الافكت اوف الاكوت انفلاماتوري سيلز واللي هم النيتروفيلز والماكروفاج. احنا قلنا ان المودريت اكسرسايز ده حاجه حلوه والانتنس ده وان حاجه مش حلوه. فقال لك اكسرسايز تريجرز ارايز ان بلاد ليفلز اوف بوليمورف نيوكليير سيلز اند ستيمولتس الفاجوسايتك اكتيفيتي اوف النيتروفيلز والماكروفاج. يعني ايه؟ قال لك ان انا لما بعمل اكسرسايز دون بيؤدي ان انا العدد ايه الخلايا اللي هي البوليمورف دي اللي هي الخلايا النيوتروفيلز اللي هي نوع من الخلايا الوايت بلاد سيلز. تمام، وبيزود الفاجوسايتيك اكتيفيتي يعني قدره الخلايا او النشاط الخلايا ان هي تعمل فاجوسايتوزيس بيزيد. تمام، بتاع النيوتروفيلز والماكروفاج. تمام، و exercise enhance الماكروفاج function and increase anti tumor activity. وهنا برضو بيزود او enhance بيحفز الماكروفاج وكمان بيزود الانتي تيومر سيل اللي هي الخلايا المضادة للاورام. الحاجة معايا effect on inflammatory response. يعني ايه؟ قالك انا عندي regular moderate exercise as well as resistance training is known to induce pro inflammatory cytokines. يعني ايه برو انفلاماتوري سايتوكاينز؟ يعني دي عباره عن مواد بتطلع قبل الانفلاميشن. برو يعني قبل انفلاماتوري يعني قبل الانفلاميشن. سايتوكاينز احنا كنا قلنا في اول محاضره ان هي عباره عن بروتينز. البروتينز دي بتستيميوليت الجروث بتاع الاميون سيلز يعني بتحفز النمو بتاعها. وكمان هي بتبقى عباره عن اشاره ان انا عندي هنا بكتيريا دخلت فلا تعالوا بتجمع بقى الاميون سيلز حواليها. تمام، فهي قبل الريجولر اكسرسايز بقى بتزود السيتوكاينز اللي بتطلع قبل الانفلاميشن اللي هي بتنديوس بتحفز البرو انفلاماتوري سيتوكاينز دي اول حاجه. وبيقول لك الاكسرسايز ايفن بريف هيفي اكسرجن. يعني ايه؟ يعني انا لو عملت اكسرسايز في لمده قصيره مثلا كان هيفي شويه بس ما كانش صعب لدرجه اللي هو ما اقدرش اتحمله، لا هيفي شكل ماكسيمال بايسكلينج ارجومتري فور 30 اور 60 سكند. يعني من 30 60 ثانيه شفته هو قد ايه بريف قد ايه صغير عشان ما يبقاش فيه عليا. والارجومتري دي عباره هو البايسكل ارجومتري دي عباره عن جهاز عارفين العجله اللي بنشوفها في الجيم دي بس بتبقى ببارامترز معينه بنستخدمها. تمام، قال لك ان دون بي انكريز الوايت بلاد سيلز كاونت. ازاي بقى؟ انا لما اعمل سايكلينج مثلا لمده 30 ل 60 ثانيه قال لك ان ده بيعلي عدد الوايت بلاد سيلز في الدم. ده نتيجة ان القلب بيبدأ يضخ قصدي اسفه كمية كبيرة من الدم، فبالتالي الدم فيه وايت بلاد سيلز فبيزيد عددها. تمام، وكمان بيزودها عن طريق ان هو بيأثر على الابنفرين سكريشن، يعني بيأثر على اللي هو عارفين الادرينالين. احنا بنتحط في استرس بيزيد افراز الادرينالين والنور ادرينالين، هو الابنفرين ده هو الادرينالين. تمام، يبقى قلنا اول حاجه ان هو بيزود عدد الوايت بلاد سيلز لما مثلا نشتغل في سايكلينج من 30 ل 60 ثانيه لان انا بزود الكارديك او البوت دي اول حاجه. تاني حاجه باثر على البنفرين سكريشن الليمفوسايتس. بقى بيقول لك ان انا الليمفوسايتس may be recruited to circulation from the other tissue. يعني انا عندي الليمفوسايتس دي يعني الخلايا الليمفاويه بتتصنع فين؟ في اللي هي الاعضاء اللي المسؤوله عنها شكل السبلين الليمف نودز والجي اي تي اللي هو الجاسترو انتستينال تراكت. الحاجات دي بتصنع الليمفوسايتس. فبالتالي لما بصنع الليمفوسايتس بقى الحاجات دي ان انا اعمل اكسرسايز الاعضاء دي بتبدا تفرزها وترجعها تاني للسيركيوليشن. جميل، قالك the number of lymphocytes in circulation increased during the exercise. يعني انا قلت ان انا هعمل regular exercise فهزود الليمفوسايتس عندي. ازاي؟ ان هي يحصل لها recruitation ان هي تخرج من الاعضاء اللي بتعملها شكل السبلين والليمف نودز والجي اي تي. تمام، بعد كده بقى قالك ده ان انا لو عملته مدرت او لو عملت regular. اما بقى قالك لو انا عملت intense exercise for several hours
يعني انا عملت اكسرسايز بيكون انتنس شديد و فور سيفرال اورز، ده هيقلل لي عدد الليمفوسايز. جميل جميل. فقال لك but decrease blue in normal levels for several hours after intense exercise، يعني لما اعمل intense exercise هيبدا عدد الليمفوسايتس يقل عندي. بعد كده بيقول the regular exercise anti inflammatory effect which will protect against chronic systemic low grade inflammation، يعني انا عندي لما اعمل regular exercise فهو بيقلل بيحميني وبيقلل انه يحصل عندي chronic chronic inflammation بيكون سيستميك، يعني انا يحصل عندي انفلاميشن على مستوى جسمي كله. لا، الاكسرسايز لما بعمل ريجولر اكسرسايز او موديل اكسرسايز ده بيمنعه عندي. تمام. قالك الهابيتوال اكسرسايز سكيلابل اوف ريجوليتنج ذا اميون سيستم، ده اللي لسه بنقول لما يبقى عندي عادتي اصلا وعادتي في حياتي ان انا كل يوم بعمل ريجولر اكسرسايز وخليتها عاده خليتها هابت عندي، فده طبيعي ان هو هيظبط الاميون سيستم. ولسه اخدين ان هو بيعمل كده ازاي، بيأثر ازاي على الانفلاميشن وبيأثر ازاي على الاميون سيلز سواء كانت ليمفوسايت سواء كانت بلاد وايت بلاد سيلز. جميل. قالك regular exercise is associated with enhanced response to vaccination. تمام. يعني يقولك انا لو مثلا بتمرن كويس وبتمرن regularly فانا لما اخد فاكسين دوه هيخلي ال response بتاعتي للفاكسين دوه هيعملها enhanced فهيحفزها فهتكون الاستجابة بتاعتي كويسة، على عكس واحد تاني مش بيعمل exercise ممكن ما يكونش بنفس الاستجابة بتاعت واحد بيعمل. تمام. فاللي بيعمل exercise regularly فدوان هيكون عنده ال response to vaccination هتكون احسن. اتكلمنا عن الاميونيتي وقلنا ان انا عندي لما بيحصل malfunction بيحصل عندي hypersensitivity و autoimmune disease. hypersensitivity اتكلمنا عن type 1 و 2 و 3 و 4 واتكلمنا عن كل واحد منهم بشوية تفاصيل وفهمنا الامثلة بتاعتهم، واتكلمنا عن autoimmune disease وقلنا ان هي نوعين، وقلنا ان هي الجسم بيبدأ يهاجم فيها نفسه، وقلنا ان هي لاما هتهاجم single organ او هتبقى systemic وهتهاجم الجسم كله، وخدنا الكريتيريا او في autoimmune system وقلنا ان هي لازم تكون في autoimmune reaction، وقلنا كمان ان هو لازم يكون primary وما عنديش اي سبب تاني للانجري. تمام. وقلنا الميكانيزم سواء ان انا عملت حصل لي loss of self tolerance، دي كانت اول حاجة. تاني حاجة كانت الانتيجين موديفيكيشن وبقيه الاسباب الخمسه، وبعد كده ختمنا بالاكسرسايز والاميونيتي وعرفنا ان تاثير الاكسرسايز على الاميونيتي. بس كده يا دكاتره المحاضره بتاعتنا تكون خلصت، مش فاهم اي حاجه يكتب لي، واسفه لو في اي نقطه ما وصلتش لحد بصوره معينه، وشكرا يا دكاتره.